بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية الدكتورة الكبيرة الجلالي وزيرة الثقافة وبدعم من القائمين على المجلس الأعلى للثقافة والدكتور هشام عزمي والفريق المعاون، لتنعقد هذه المائدة المستديرة لحضور شخصيات مرموقة وأصدقاء أعزاء في الوسط الإعلامي والصحفي، والبعد العربي حاضر بقوة معنا اليوم. نحن منتهى السعادة في لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ونيابة عن زملائي، أرحب بحضراتكم جميعا. من لجنة الإعلام موجود معنا في هذه القاعة الدكتور حسن عماد الكاوي عميد العملاء، أستاذة أنس الورود رضوان، الأستاذ علاء عبد الهادي، الأستاذ علي العقد، الدكتورة منى الحديدي سوف تنضم إلينا حالا، ونرحب بزميلي أيضا وعضو اللجنة الأستاذ إيهاب حفني. أرحب بالضيوف الأعزاء في هذا اللقاء، ومن تقاليد المجلس أنه الترتيب حسب الترتيب الأبجدي، فسوف يشاركنا في هذا اللقاء الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام جامعة مدارس السويس والكاتب الصحفي الأستاذ خالد البرعماوي، عضو مجلس إدارة نقابة صحفيين، دي مهمة جدا مش كده؟ أدو نقابة صحفيين بس أنا مجلس إدارة، أنا قلت في خبر جديد بس ده فعل كويس. ورحب بالزميل العزيز المخرج الأستاذ خالد الفريبي، قناة مصر الفضائية، القناة الفضائية المصرية، والزميل العزيز طبعا رفيق الكفاح. ورحب بالمهندس شريف الرشيد نائب رئيس جهاز، شكرا على التشريف الباشمهندس شريف، وهتشاركنا الدكتوره هبه شاهين عميده كليه الاعلام اداب عين شمس، ومعنا الاستاذ الدكتور عبد الله علي بنكر استاذ مساعد قسم الاتصالات التصويريه العزيز جدا، ورحب بالعزيز الكاتب المتميز جدا، وانا سعيد انه موجود النهارده ونهنئه بالمسؤوليه الجديده الاستاذ علاء البطريني. ورحب بالمخرج المتميز والاعلامي الناجح الاستاذ عمرو عبيد، رئيس قناة النيل للدراما، وترحيب خاص مني أنا شخصيا بزميلي العزيز وأحد الهدافين الذين ساهموا في بناء قناة النيل الثقافية الأستاذ محمد الجزوي، المخرج محمد الجزوي هو الآن رئيس قنوات النهار، أرحب به ترحيبا كبيرا. ودكتورة منى الحديدي هي غنية عن التعريف، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو لجنة الإعلام في المجلس، وهي أستاذة الأساتذة. الحقيقة موضوع هذه المائدة المستديرة موضوع شديد الأهمية، لأنه بيحاول ترسيم الحدود على الخريطة الإعلامية ما بين الإعلام والإعلان، واستهدافا وذلك استهدافا لتحقيق ما يمكن أن نسميه
المشاهد. وأنا أذكر حقيقة بالنسبة لحقوق المشاهد وفي عصر في أمريكا كان رولف نادر ده أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية زمان، لكن هو شهرته الكبيرة إن هو عنده جمعية لحقوق المستهلك، أكبر جمعية في أمريكا لحقوق المستهلك. فرولف نادر شاف جانيت جاكسون طلعت على الشاشة والتلفزيون يعني بعد برنامج أطفال أو حاجة زي كده، وبعدين قالت كلام وتجردت من أغلب ملابسها، فهو قلنا جنون، رفع قضية وتحرك تحرك كبير جدا. كانت قضية كبيرة في أمريكا إزاي إنه الفترة الإعلانية بتاعتها لأنه كان جزء مشترك هنا كمان أساءت بالنسبة لحقوق المشاهدين، أساءت إلى الأطفال إلى العائلات إلى المنظومة الأخلاقية. المهم تم تقييمها 5 مليون دولار وتوقف البرنامج بتاعها، والفلوس دي خدوها لرعاية الأطفال وحاجات من هذا النوع. القوة الجمعيات الأهلية غير الحكومية وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات حقوق المشاهدين لا يستهان بها، ودي ثقافة الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليها في لقائنا النهاردة، وانه العالم العربي يهتم شوية بدعم جمعيات حقوق المستهلك، مستهلك بما فيه بقى احنا مستهلكين كمشاهدين في النهاية بما فيه المشاهدين. فالحقيقة انا بس حدعو الدكتور حسن عماد بنكوي في كلمة سريعة كده في الاول يقول لنا الحدود الفاصلة بين الاعلان والاعلام وما نشاهده الان، لانه الحقيقة في حالة من حالات التباهي بين الإعلام والإعلام، وما تبقاش عارف هو المذيع معلن أو البرنامج موجه بطريقة معينة. طبعا في تقاليد في الصحافة ممنوع حد يشتغل في الإعلانات يحرر المادة لإيه، كان مفروض معرفش دلوقتي في إيه، لكن كان الفصل ده مهم قوي لحماية المادة الإعلامية والمحتوى الإعلامي. وأخيرا البي بي سي بعد مثلا من إنشائها حتى الآن ما كانش عندهم إعلانات، من سنوات بدأوا يعملوا إعلانات في بعض المحطات. نعم في خارج بريطانيا وبشروط معينة، وعملوا بيان حقيقة قالوا فيه انه دخول الاعلانات في بعض المحطات اللي هي موجهة الى خارج بريطانيا ليس معناه التنازل عن التقاليد اللي فيها مصداقية وفيها دقة وفيها خدمة الجمهور بأمانة ودون تدليس. فبطولة هذا الكلام ان في ارتباك في المشهد العربي، وانه صياغة المحتوى الاعلامي سواء الصحفي او التلفزيوني او الاذاعي اصبح متعدد الولاءات ما بين، كان في زمان يقول لك ايه الولاء للجمهور للولاء للبلد، دلوقتي الولاء احيانا بيبقى للمعلن. يعني باختصار شديد حصل زعزعة في العقيدة الإعلامية والتباس. احنا هل نشتغل إعلام تجاري ولا نشتغل مادة إعلامية تحترم عقل المشاهد وتقدم له نوع من التوازن، بلاش أقول الحيادية. فهنسمع بس مدخل سريع من الدكتور حسن وبعدين ننطلق إلى الحوار. تفضل دكتور حسن. شكرا جزيلا دكتور كمال، انا اعتبر دي كفايه عشان يبقى
لإشباع رغبات واحتياجات الجماهير من السلع والخدمات مهم. الدور الثاني اللي بيقوم به الوسائل الإعلاميه هي هو لها دور مهم جدا لتمويل وسائل الإعلام من صحف ومحطات إذاعية وقنوات تلفزيونية، ولكن كل المعايير الدولية تحدد الفصل بين العمل الإعلامي المطلوب والعمل الإعلامي، ونحن عندنا فصل بين فترة قريبة العمل المحظور، إنما في السنوات الأخيرة لاحظنا أن في بعض الصحفيين وحتى صعب بيجي الإعلانات وبعض الناس اللي بتعمل في الإعلانات شارك الصحافة، فحدث شيء من الخلط اللي أدى إلى ارتباك كبير في العمل الإعلامي نفسه. المشكلة الأساسية يا دكتور جمال إن أحيانا ننظر إلى الإعلام أو المرة الأخيرة إلى كونه سلعة تباع وتشترى وتحقق أرباح، وفي واقع الأمر أن الإعلام هو خدمة وليس سلعة، شأنه شأن الثقافة، شأن التعليم، شأن كل الخدمات التي ترفع من مستوى ذوق المشاهد ومستوى التوعية تعطيه معلومات في كل شؤون الحياة. نعتبر الإعلام سلعة إحنا بنخرجه من رسالته الأساسية ونجعله شيء يباع ويشترى، دي يعني مشكلة كبيرة. عموما الإعلان لابد أن يكون يعني ينطوي على ضوابط ومعايير من حيث الشكل والمحتوى، ولا بد أن تكون هناك جهة مسؤولة عن الرقابة على الإعلانات في كل أشكالها. برضو ملحوظة كده في القوسين، لا توجد هذه الجهة في مصر حتى الآن سوى قياس مختلف الوحيد اللي بيقوم بهذا الدور وبيقوم به حين يتلقى شكاوي، لكن المواصفات الإعلانية حسب الشكل والمضمون اللي يود واللي لا يود، لأن المسألة عندنا الحقيقة لا تكون أي عرض. من أحد أسباب تراجع، معلش أقصد الكلمة تراجع، الإعلام في مصر في الفترة الأخيرة هو تدخل الإعلان في العمل الإعلامي. كان في رسالة دكتوراه من حوالي سنتين قام بها الدكتور طلال صدي وهو بيشتغل على الرقابة الإدارية. كان الموضوع رسالة حول الضغوط الإعلامية على الأداء الإعلامي في البرامج الحوارية. الدراسة كشفت عن إيه؟ عن تحكم وكالات الإعلام في اختيار أفكار البرامج، في اختيار المقدمين، في اختيار الضيوف، في اختيار الموضوعات هي المحتوى، بحيث كل ما يكون المحتوى بيحقق قدر من الإثارة ومن الصراع هيجذب الجماهير أكثر، وبالتالي الإعلان هيتم التطوير فيه بشكل أكبر. دي يعني من نتائج هذه الدراسة. طيب الإعلانات في مصر لا تخضع لرقابة جهة محددة زي ما قلنا سوى جهاز حماية المستهلك، ويعني رقابته محدودة ومرتبطة بشكاوي ترفعها من الجماهير بشأن الإعلانات. عندنا من الواضح جدا طغيان الاعلان على المحتوى البرامجي والبرامج بالذات، وخدوا حضراتكم شهر رمضان مثال يعني اول موسم. عندنا كثير من الاعلانات الزائده والمطغيه فيما يتعلق بالصحه والدواء ولا تخضع لاي رقابه خاصه من وزاره الصحه كما هو يعني يحدث في جميع انحاء العالم. عندنا انتهاك واضح وصريح في نسبة زمن الإعلانات إلى زمن البرامج، والنسبة العالمية المعروفة هي 10%، يعني كل ساعة برامجية يتخللها 6 دقائق من الإعلانات. ده
يعني ده اللي بيحصل في البي بي سي والقنوات الإيطالية والألمانية، وإذا كانت القناة خاصة يصبح لها أنها تبقى 15%، يعني 9 دقائق إعلانات لكل ساعة برامجية. إحنا يمكن عندنا ساعات 9 دقائق برنامج لكل ساعة إعلانية، يعني قدر الخلطة دي. يجب أيضا التمييز الواضح بين المادة الإعلانية والمادة الإعلانية. إحنا عندنا برضو آلة صارت في مصر اسمها البرامج المكفولة أو برامج الرعاة، هي برامج إعلانية في الأساس. تاخد شكل البرنامج وده نوع من التضليل للمشاهدين. في ضوابط واضحة للإعلانات موجودة في الخارج. التمييز الواضح بين المادة الإعلانية والمادة الإعلامية. عدم مخالفة الإعلانات للاتجاهات والمعتقدات الدينية، الكلام ده في الدول الغربية. إعلانات الصحة والأدوية والمستحضرات الطبية لابد أن تخضع لرقابة وزارات الصحة. ما بيحصلش عندنا. حظر إعلانات السجائر والدب والغبور، وده يعني موجود الحمد لله، يعني موجود في العالم مش بس عندنا. في ضوابط أيضا في الدول العربية على الإعلانات، والأستاذ الدكتور عبد الله موجود، لكن أنا يعني هقتبس منها بعض النقاط عشان أقول إنها مش موجودة عندنا. بس من النقاط دي أن يكون الإعلان التجاري ملائما للقبول العام لدى الأفراد والعائلات. أن يكون متفقا مع الذوق العام والتقاليد الاجتماعية. حضرتك خدوا الجملة وشوفوا بقى اللي أنتم بتشوفوه في التلفزيون. أن يبرز جودة ومميزات السلع والمنتجات الوطنية، لأن الهدف الأساسي للإعلان أن أنا أروج لمنتجاتي مش للسلع المستوردة. البعد عن الإسفاف والمبالغة وعدم الأساس في الدين والعلماء أو الأمن أو الإساءة إلى المهن المختلفة أو خصية الزواج والتقاليد الموروثة وروابط الأسرة واحترام الأكبر سنا. أيضا من المعايير عدم التعرض للمصابين بعاهات أو أمراض مزمنة. ذكر كده رمضان والأطفال المرضى والمناظر الصعبة جدا اللي إحنا كنا بنشوفها. عدم عرض الجريمة أو التحايل على النظام بطريقة تدعو إلى تقليدها أو محاكاتها. عدم استخدام الألفاظ النابية والعبارات الصوتية والكلمات المبتذلة والدخيلة على اللغة العربية. أي حاجة بتقولي يبقى ممنوعة، مش هتتعجب في الإعلان. اختيار ألفاظ لا تجرح الشعور ولا تخدش الحياة العامة. تجنب الكذب والتضليل. لا يجوز قطع البرامج لتقديم إعلانات. يبقى تيجي قبل الأول قبل البرنامج قبل الآخر. وساعات لما يكون تجاوز قوي يبقى فيه فقره واحده في النص معروفه انها فقره اعلانيه. سلطنه عمان بتضيف على ما سبق ان الاعلانات لابد ان تتضمن ما يرشد المواطنين لاختيار المنتجات الوطنيه. تاكيد موجود في المملكه السعوديه. تجنب الاعلانات التي تزعج الاطفال او تضيفهم شكلا ومضمونا. تجنب الإعلانات التي تتخذ شكل الأخبار أو الخبر. حظر تقديم إعلانات أو مضاربات أو الرهان. حظر تقديم إعلانات طبية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة. دي أبرز القواعد والمعايير اللي أنا بقولها لحضراتكم بس عشان أنا مش موجود عندنا. مش موجود عندنا لأن مفيش جهة واحدة في مصر بتراقب العمل الإعلامي. يمكن يكون ده يعني بداية كده للنقاش. شكرا جزيلا دكتور حسن. الحقيقة كانت مداخلة مهمة جدا في البداية كده عشان تعمل لنا تصور بانورامي للقضية. والحقيقة دكتور حسن استخدم تعبيرات هو دقيق في استخدامه للمصطلح، إنما تعبيرات فيها تشديد وتنبيه. لما قال لك مثلا ايه طغيان الاعلان على المحتوى
الإعلامي والصحفي. فدي مسألة عايزة مراجعة. وبعدين لما قال إن البرامج إن نسبة الإعلان يجب تكون 10% من البرامج، قال دلوقتي البرامج أصبحت 10% من الإعلان. يعني الإعلان ساعة والعكس بقى، يعني المادة الإعلامية ضعيفة جدا. طيب هنا سؤال المسؤولية بقى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما دوره في هذه القضية؟ احنا بنتكلم الحقيقة طبعا في مسألة التنظيم، لأن هو مسؤول، هو المايسترو، هو ريجوليتور، يعني هو اللي هينظم الحكاية. فمن حسن الحظ ان الدكتورة منى الحديدي هي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي معانا، فهي عندها كمان الصفة الأكاديمية والصفة التنظيمية داخل الجهاز، فيا ريت نسمع منها. نلتزم بأسماء الأساتذة أصحاب الدخلات، فده بروتوكولية في المجلس بيتبع ذلك يعني. أشكرك جدا على الملاحظة دي، بس هم كلهم عاوزين يسمعوا سيادتك يعني. صعب ان احنا نتكلم في وجود اساتذتنا اللي علمونا. دكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحيي وبشكر سياده الوزيره والاستاذ الدكتور هشام عزمي على رعايتهم الدائمه لكل الفعاليات اللجان الفنيه، سواء لجنه الاعلام او غيرها من اللجان، احنا يعني شعرين بذلك. وطبعا بشكر القائمين على اختيار موضوع هذه الحلقه النقاشيه، لانها اهميتها ان هي بتتكلم عن مصدرين مؤثرين جدا في الجمهور، الاعلام بكافه قوالبه سواء البرامجيه او الدراميه، الاعلام الجاد، الاخبار، البرامج الدينيه، البرامج التعليميه، الاعلام الخفيف، الاعلام الخفيف، ثم الاعلام، لانه زي ما احنا شايفين عمال يزداد مساحته في اي خريطه برامجيه، سواء كانت قناة رسمية أو كانت قناة خاصة. طبعا مفهوم إنه من القناة الخاصة لأن ده مصدر التمويل الأساسي نمبر 1، لكن بالنسبة للقنوات اللي هنقول عليها رسمية أو حكومية المفترض إنه مش هو ده اللي. لكن كون الإعلام أصبح صناعة وأصبح هو كمان تجارة، فبالتالي هو لابد أن يسعى سواء كان رسمي حكومي أو خاص إلى أن يكون عنده يعني أكبر نسبة من التمويل، عشان تحديث الاستوديوهات، عشان الاستعانة بكبار المبدعين، يعني الاحتياج للصرف على صناعة الإعلام عشان يواجه المنافسة، وخصوصا إن المنافسة دلوقتي بقت منافسة على الشكل والمضمون، المنافسة على الجودة، فبالتالي هو لازم محتاج يزود المواد، فمش هنقدر أبدا نطالب بالتقليل. دي النقطة. برضو انا عايزه اضيف للمداخله اللي قالها الاستاذ الدكتور حسن عماد، ان لما نتكلم عن الاعلان بالنون لازم نفرق ما بين الاعلانات التجاريه والاعلانات التسويق الاجتماعي والسوشيال مالتي، لان دي ليها دور تنموي، ليها دور في تحديث المجتمع، بينما طبعا الاعلانات التجاريه ليها اهداف اخرى تماما. دي نقطه. زي ما قال برضو سيادته انه لازم افرق ما بين الاعلان المباشر والاعلان غير المباشر، مش بس من خلال البرامج المكفوله، لا، من خلال الدراما وهي اكثر انتشارا، يعني خلال الدراما انا بعمل اعلانات غير مباشره ولا قبلها في سايد اعلان ولا حاجه، عن شركه الطيران، عن برودوي معين، ساعه معينه، نظارات معينه، فده بنشوفه. فحتى في التغطية للأحداث الرياضية بيستخدم الإعلان بطريقة غير مباشرة، من خلال مثلا ارتداء اللعيبة لماركة معينة، يعني.
المعلم الرياضي بقى طبعا مكانته وهو يعني دلوقتي بقى نجم ما بقاش معلم رياضي لابس نظاره ايه وتلاقي لازم الساعه لازم تبان دي كلها حاجات يعني حققت الاعلام بس بطريقه غير مباشره. برضو بيهمني واحنا بنتكلم عن الاعلام ان انا اتكلم عن استخدام الاطفال في الاعلانات كوجوه اعلانيه كموديل اعلاني، وده في اكتر من دراسه بالذات في يعني المدرسه الفرنسيه بتتكلم عن الموضوع ده، حتى اتكلموا على انه لو الطفل طلع في الاعلانات لازم استخدم له ادوات مكياج معينه بشرته اكثر حساسيه من اللي عنده 20 سنه و 25 سنه، لازم يبقى ميعاد التصوير للاعلان مناسب لظروفه. لكن احنا نلاقي الاطفال في بيروح عشان يصوروا اعلان ولا يصوروا برنامج يروح من الساعه 8 بالليل يمشي الصبح 8 الصبح مثلا يعني. فموضوع استخدام الاطفال في الاعلانات زي برضو استخدام المراه في الاعلانات كسلعه وكجنس والحاجات دي كلها. حضرتك بتقول لي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلان هو زي ما هو مسماه هو ليس جهه رقابيه وليس جهه تنفيذيه، هو لا ينتج اعلانات. هو دوره اذا كان في الاعلان من الناحيه الاخلاقيه من الناحيه القيم ومن الناحيه الثقافيه بتعاكس المجتمع يبتدي يتحرك. بس للاسف بقى ايه؟ دي بنسميها سياسه رد الفعل. يعني يكون الاعلان اتذاع يحصل عليه ضجه فيبتدي المجلس ياخد موقف يوقف الاعلان، نجيب مش عارفه الشركه المنتجه، نجيب المعلن نفسه. لكن الاعلان وصل لبعض الناس. وبعدين اخطر شيء بقى لما الماده الاعلانيه او حتى الماده، وده بيحصل في بعض الافلام والمسلسلات، بعد ما تتعالج شويه بيحصل ضجه وتتوقف فالناس تهتم بيها اكتر ويدوروا على ان هو يشوفوها في جهات اخرى. فهنا انا عايز اقول انه يجب ان يكون التنظيم سابق للبث، سابق للنشر، وليس لما الاعلان يجيب خطر او يجيب خطر نبتدي نتكلم. وده على فكره في سياسات كثيره عندنا سياسه رد الفعل وليست السياسات الاستباقيه. انا الحقيقه كنت محضره كده مدخل للموضوع. انا بقول احنا عنوانا الاعلام والاعلام وحقوق المشاهد، ده ما جاش من فراغ، ده دعوه لتاكيد وتفعيل ما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان مما يعرف بالحق في الاتصال، يعني حق ان انا اعلم وان اعلم عن نفسي من خلال كافه وسائل الاعلام. طبعا وقت ما ظهر الاعلام حقوق الانسان ما كانش فيه بقى لا انترنت ولا اعلام مش عارفه جديد ولا اعلام رقمي، لكن هو قال كده بكافه وسائل لانه كان عامل حساب ان هيبقى فيه وسائل جديده. فانا بقول عشان نحقق انه الاعلان والاعلان يراعي حقوق المشاهد او حقوق المتلقي، ده لازم ارجع بقى لحاجه اللي هي الحق في الاتصال، حقه انه يعرف الحقيقه كامله، نقدم له التفسير والتحليل للواقع والمشكلات برضه وجهات نظر مختلفه. هتعرض في الاعلام مثلا للمشكله السكانيه، ما كتبش راي اوحد هو ده اللي بيشوف حل المشكله. لازم اجيب اراء مختلفه واسيب المشاهد. احنا بنقول التعرض النقدي، ثم بقى في حاجه ودي الحمد لله ادخلناها في كليات الاعلام تحت مسمى بروتوكول واخلاقيات الشاشه والميكروفون. ايه اللي لازم يراعيه المعد والمخرج ومقدم البرنامج والمصور؟ احنا عندنا للاسف المفترض ان ضيف البرنامج هو النجم، هو البطل، مش كده؟ الناس عايزه تشوفه، الناس عايزه تسمعه، لكن لو حضرتك شفت الاهتمام جوه الاستوديو بمقدم البرنامج، الاضاءه عليه هو الاحسن، المكياج اتعمل متخصص،
لكن الضيف لا يطلع بقى نص وشه اصفر ونصه مش عارفه ايه. الضيفه تسال سؤال، ده احنا بندرس في كليه الاعلام لازم تحسبي السؤال خد وقت قد ايه واديتي الضيف وقت قد ايه. اللي بيحصل السؤال بيبقى سؤال وجواب، وبعدين تيجي الضيف يتكلم دقيقه اصل الوقت خلص، الضيف يقول نعم او لا، وبعدين بقى الوقت خلص وهي تقوم عايزه ايه وحضرتك قلت كذا وكذا. ففي ضيف بقى، في ضيف بقى يقول لها لا انا ما قلتش كده. يا مشاهد وحقوق الضيوف، ما هو عشان الاعلام يقوم بواجباته وعشان حقوق المشاهد تحصل لازم الضيف اللي انا جايباه في البرنامج اديله مساحه الوقت الكافيه، اقابله باحترام، اعمل له تصريح الامن، دي كلها حاجات. اخر حاجه لو سمحت لي، يعني اخر حاجه عايزه اقولها برضو انه في الاعلام والاعلام وحقوق المشاهد ان احنا بنطلق على الضيوف او الفنانين او الممثلين القاب ومسميات، كلنا خبراء، خبير الاستراتيجي، خبير التحكيم. انا ما سمعتش في اي دوله في العالم، وعلى فكره جبت برامج رياضيه كثيره ما لقيتش في اي برنامج بيقول خبير التحكيم، يجيبوا واحد يكون ناقد في الحكم عدم المباراة. ازاي ده؟ يعني ممكن يبقى ناقد رياضي، انا مش خبير. ده الحكم ده بس عندنا رفعت يعني كلها ده البيزنس بقى. ثم عايزه اتحول الى موضوع الاعلانات والسلع والحاجات دي كلها. احنا برضو عملنا في كليه الاعلام من عده سنوات في الثمانينات، نهايه الثمانينات، حاجه اسمها جمعيه اصدقاء الشاشه والميكروفون، ودي كانت بدايه لنشر ما يعرف بالميديا اديوكيشن اللي دلوقتي. وقلنا وقتها والحقيقه خدت الفكره دي من يعني ثقافه غربيه، ان هم قالوا في الخارج حمايه المستهلك ليست فقط المستهلك في المنتج التجاري، لكن لازم احمي المستهلك من الافكار الخاطئه من الشائعات. فبدينا في هذا المشروع في كليه الاعلام، استمر طوال الثمانينات والتسعينات ثم توقف لظروف معينه. واعتقد ان الدكتور حسن علي عمل من سنوات بسيطه كده جمعيه قريبه من هذا الشأن. بتمنى التوفيق للاعلام المصري والعربي، لانه بدون ما كل الاعلام يتطور ما ينفعش واحد يتطور والتاني يظل ايه؟ ولازم مشاريع مشتركه. صح. لازم مواثيق شرف عربيه، لان احنا ثقافتنا ثقافه واحده. في مواثيق شرف وفي مدونات سلوك وبعضها موجود في لجنه الاعلام بجامعه الدول العربيه وموقع عليها من وزراء الاعلام العرب والثقافه العرب، لكن هو المشكله في التنفيذ. وشكرا. مداخله رائعه من الدكتوره منى الحكيمي، شكرا جزيلا. الحقيقه الدكتوره منى اشارت الى ان احنا يجب ان نفرق بين الاعلام التجاري، الاعلان التجاري والاعلان التوعوي. يعني دي مساحات اعلاميه انما مطلوبه لخدمه المجتمع. واتكلمت عن استخدام الاطفال في الاعلانات، ودي الحقيقه دي جريمه. يعني اذا لم تلتزم بالقواعد المتعارف عليها كارثه، مش كده ولا ايه؟ كارثه. وللاسف الشديد بعض المستشفيات بتستغل الاطفال المرضى في يعني الاعلانات لجمع تبرعات وما الى ذلك، ودي ده ملف لا يجب السكوت عليه اطلاقا. لازم مراجعه ومحاسبه، لان دي كارثه من الكوارث، انه اطفال ما عندهمش اراده لسه بالاختيار، انا بستغل هذا الاستغلال السيء. وفي نفس الوقت كمان ده بيقودنا الى الاعلانات بتاعت التبرعات، محتاجه مراجعه برضه. محتاجه مراجعه، يعني ايه الفكره اللي انا عايز ابني بيها المواطن العربي؟ انه ثقافه التبرع حاجه، وثقافه
ثقافه الابتزاز والاستغلال والشحاته والتسول، حاجه تانيه. فكاس يعني في هنا دي مسائل محتاجه مراجعه. البعد العربي عندنا اتحاد الاذاعات العربيه، اتحاد الاذاعات الاسلاميه المفروض يشرف في وضع قواعد من هذا فقط بس. وارجو حضرتك تسجلوا برضو بعض الملاحظات للتعقيب عليها. انا كنت بتمنى انه المجلس، صحيح هو ما هواش جهه رقابيه او ما عندوش ضبطيه قضائيه، انما هو ممكن يحيل اي مخالفه الى الجهات المعنيه وياخد فيها قرار ويعمل تغريمات للمحطات. لازم ما يسيبهاش. لا وعفوا، هو المجلس العربي نظام الاعلام احد اهدافه الاساسيه رقم 15 هدف وضع النسبه المقرره للاعلانات الى شائك جدا في قضيه فصل الحدود حتى في التعليم الانتر ديسبلين بروجرام، يعني حتى في التخصصات العلميه الان اصبح في طب هندسي في يعني الانتر ديسبلين. عمليه الحدود الفاصله اللي احنا كنا واقفين عليها والجزر المستقله المنفصله تكاد تكون غابت تماما بالمدخل. الوضع عندنا، انا شاركت الوضع الميثاق العربي في 2008 تبع الجامعة العربية اللي ذكرته الأستاذة، كنت مستشار في وزارة الإعلام السعودي، جيت حضرت هنا لأخلاقيات المهنة، مشكلة المهنة في الإعلام والإعلام وكل فنون الاتصال الأخرى، من المتحكم في هذه، من يملك السيطرة؟ احنا بنقول حقوق المشاهد ولكن حقوق الملكية وحقوق التفرد بهذا الأمر إما في الجهات الحكومية الرسمية والإعلام الرسمي الحكومي أو في مع بداية الألفية الجديدة أصبح الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة. كان لي الشرف أني شاركت في 2008 و2010 في وجود شيئين مهمين جدا بالنسبة لعالمنا العربي، أخلاقيات المهنة الإعلامية
وده موجود دايما. فضلت الأستاذ الدكتورة منى الحديدي ذكرتني بهذه المذكرات وصغنا صياغات كثيرة. وأيضا في قضية القياس، عملية نعرف مدى المشاهدة، قياس المشاهدة، وكان عندنا مشروع عربي يعني مصري. طبعا مصر لها الريادة الإعلامية في المحتوى وفي كل شيء، يعني نفخر بهذه الريادة. مصر والسعودية والإمارات كان عندنا مشروع ضخم في 2010، وحضرت ممكن لو ترجعوا الأرشيف الأخبار وكذا، كان في مؤتمر صحفي كبير لوجود شركة للقياس بعد الهودية بتاعت الشركات الخاصة بتاعت القياس اللي بتكون أحساب حين موجهة إما للنفوذ أو للبزنس أو حتى لجنسيات معينة بشكل أو بآخر. القضية هذه مهمة جدا أن يكون عندك معيار حقيقي تقيس عليه. إحنا ليس كأكاديميين ما بيقبلوا عندنا وجهة النظر في المهنة في البيزنس. إحنا مشكلتنا في كل المهنة، الإعلام وهذه علوم وفنون في نفس الوقت. العلم صنعة، هل نضع الجرس على الصانعة، على الصانعة نفسها، ولا على الصانع وممارساته الإيجابية أو السلبية؟ أنا الحمد لله أزعم أن أنا 4 عقود كنت بشتغل رجلي هنا ورجلي هناك، وكانت الأمور ماشية تمام. حد الآن ابتديت ألف وأكتب على الأمور هذه. المحاولات العربية كلنا في الهم عربه وليس شرقه، يعني المقولة الآن الدول كمية المشاهدة عند القياس المشاهدة، وكل واحد يتحكم في جهازه حتى في التلفزيونات، مع احترام لكل التلفزيونات الخاصة وأصحاب التلفزيونات الخاصة وحتى في التلفزيونات الحكومية، رأي لجنة أو رأي ناس بيعبر عن الجمهور في الحقوق. أنا لما كنت طالب في أمريكا كنت مشترك في مجلة اسمها تي في جايد. قبل كل سيزون بيرسلوا لبعض الناس المشتركين بيعملوا دراسات قبلية وأثناء التصوير للسيزون اللي قبله بالمسلسلات. المسلسلات الإنتاج كمية الهدر اللي بينتج إعلامياً، أنتوا زعلانين عن الإعلانات، ترى الهدر بتاع الإنتاج الإعلامي أكبر بكثير. في 2004 كان في دراسة إن كمية الإنتاج للعالم العربي حوالي 200 مليار دولار. عارفين كم دخل الإعلاني اللي هو المفروض رسمي شرعاً ونظمي فهمي رسمي؟ كان في حدود 20 مليار من 200، يعني أقل من عشر الرقم. وهذا كلها على فكرة لازم دائماً في الأرقام، إحنا أمة لا نحسن الأرقام. عندنا إنفليشن رهيب جداً، في لازم نفرق بين الإدمانيات والصافي النت. دائماً على فكرة الإعلان عندنا له، يعني في العالم كله له قواعد، زي ما تفضل الدكتور حسن والأستاذة الدكتورة منى. إحنا عندنا الأمور سبهللة، مش عارف كلمة سبهللة دي، يعني خد راحتك براحتك. المبلغ نسبة الخصم في العالم كله لا تتجاوز 40% للمحل. أول فكرة أول المتضررين مش المشاهد، أول المتضرر أنا جاي دافع هنا عن المعلن على فكرة والقطاع الإعلامي. المعلن اللي بيحط فلوسه بالشكل ده، الشكل السبهللي هذا، هابهازرد عشوائي بشكل معين. العشوائية على فكرة ليها مقياس رياضي، يعني ليها مقياس رياضي. بس اللي صاير في احنا عندنا نسبة الخصم في العالم كله، نسبة الخصم لا تزيد عن 40% في تلفزيوناتنا العربية، ولا استثني منهم احدا، تصل الى 80% حتى الحكومي، مش بتكلم على الخاص. وال20% هذه بتقسم واستلامها، ولنا صلات وجولات سواء كنا في الصحافة. على فكرة التشكيك اللي احنا بنشوفه في التلفزيون الآن أصبحنا نراه في الصحافة بشكل كبير جدا. الآن تقرأ نيويورك تايمز والواشنطن بوست، على رأي إخواننا السوريين بتقرأ شعف أوصالي، يدي لك عنوان المقال، عايز تكمل ادفع، عايز مش عارف ليش. العملية صارت الله يرحمه الشيخ صالح كامل في بداية التلفزيون المدفوع، وهو مستثمر سعودي عربي قوي جدا، كان يؤمن بقضية انك عايز الجودة وعايز النوعية ادفع عشان تشوف. لكن في عالمنا العربي حوري في البداية، الان شفنا المنصات وشفنا الارقام والاشياء،
مشكلة الإعلام والإعلام في من يدير من يتحكم من المتحكم من المتحكم في هذا الأمر. في الإعلان عندنا دائما في السعودية وفي الدول العربية تأخذ رخصة من وزارة الإعلام ورخصة من وزارة التجارة، وأصبحنا طفل أبويه منفصلين أو متطلقين بشكل أو آخر. عندك مشكلة تروح للتجارة، عندك قضية تروح احنا اصبحنا طفل انابيب. واعتقد الوضع بالنسبه للاعلام لا يقل تشوها من قضيه من الحاكم الناهي الامر الناهي. فرصه نسمع من سيادتك بس ايه خلاصه تجربتك في النهايه، انت شايف ايه الضوابط المقترحه؟ بس انا عايز اقول حاجه بالنسبه للمشاهد، منذ خلق الريموت كنترول واصبح المتحكم في المشاهده التلفزيونيه هو المشاهد، واصبحت الاختيارات احنا عندنا جزء من التشتت، اكثر من 1750 قناه ما فيش في العالم كله غير في المنطقه العربيه كجزء من تفتتنا وتجرزمنا. هذه القنوات الفضائيه المجانيه 10 الدخل الإعلاني لا يتناسب مع هذا الأمر، 10% من القنوات هذه تحصل على 90% من الدخل الإعلاني، في حين 90% بيلهث وراء الفتات اللي هم المحطات الثانية التوب 10 القنوات على مستوى العالم العربي يحصل على 90% من الدخل الإعلاني، في حين 90% مش عايز اذكر قنوات باسمائها، بس في بعض قنوات نقلت من دول اخرى من دول عشان عمليه الضوابط والحقوق والاشياء هذه. الضوابط من يضع من المسؤول؟ احنا تعلمنا من مصر الاف او اثنين يشيلوها اثنين. يعني من اتهم الاعلام او الاعلان الاثنين مسؤولين، والاثنين يتحملوا المسؤولية المجتمعية زي الوالدين مسؤوليتهم بهذا. القضية الثنائية البغيضة بين الشر والخير والأبيض والأسود، وهذه ثنائية بغيضة جدا لابد من التداخل فيها وتحمل المسؤولية للطرفين، تحمل المسؤولية. هذه يمكن خلاصة تجربتي، أتمنى أن أكون أزعجت أحد أو أطلت. هنرجع لسيادتك تاني في المداخلات، وشكرا على هذه المداخله القيمه جدا. المخرج عمرو عبدين هنا بقى يقول لنا الدراما، هل الاعلانات شتتت المشاهده بالنسبه للاعمال الدراميه واثرت على تأثيرها والكريشيندو بتاع الدراما تاب في الحكايه ولا لا؟ قبل ما اسمع سيادتك بس انا هرحب بضيوفنا الموجودين معانا النهارده، المخرج الكبير الاستاذ احمد فؤاد درويش. وبرحب بصديقي العزيز الاعلامي الكبير الاستاذ حازم طه. وبرحب بشخصيه جميلة وفريدة مايسترو في مع المراسلين استاذ عبد البصير حسن. عامل تجمع رائع من المراسلين الله ليا الشرف يا دكتور وليا الشرف يا دكتور استاذ عامر ليا كل الشرف يا دكتور. ورحب بزميلنا العزيز الاستاذ طبراني. أشكرك السؤال اللي قدمني كمخرج دراما طبعا لأن هو ده الأهم بالنسبة لي. مشكوري تولى مخرج دراما. أنا كواحد من صناع الدراما بحط نفسي مجال أي مشاهد. أنا بيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا لو أنا عندي مسلسل بيتعرض على التلفزيون وأنا كمخرج بقى كمان يعني احساس المخرج ان هو كل لقطه وكل صوت هو مسؤول عنه يحصل فيه عمليه هربده لما فجاه يتقطع مثلا المشهد ما ينفعش يتقطع عشان يتحط اعلان.
وحصل عندنا للأسف الشديد في رمضان السنة دي كمان هبدا والله زمان تقصد يعني بتتفرج على حاجة في منتهى الأهمية. يعني مثلا مسلسل زي الاختيار ولا مسلسل زي الحشاشين ما ينفعش أقعه فجأة عشان أحط سلعة غير مناسبة خالص إنه أنا أحط لعبة. فما هو برضه في حاجتين، يعني احنا دلوقتي كصناع دراما احنا بنتقطع لما الحلقه تتعمل بالشكل ده. لكن انا دلوقتي برضه كواحد برضه من صناع الاعلانات احيانا، انا بنتج اعلان وبحط اعلان وعايزه يتحط في احسن وقت واحسن مشاهده، فهو في مشكله بين الاثنين. انا بتكلم على شكل الاعلان لما يتحط انسرت ما بين حلقه دراميه بين برنامج ولا فيش اي نوع من انواع الوعي ولا نوع من انواع المفهوميه لدى الساده المسؤولين عن القنوات. هم ناس عاملين بالظبط، اسف اللفظ، زي الاخرين كده بالظبط. لما اشوف فجاه يبقى في حاجه دراميه شغاله ولا اغنيه شغاله وتحط اعلانات ربما يكون جواها اغاني، حاجه في منتهى العبث. فهو محتاجين كلمة تنظيم، زي ما في تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، تنظيم وضع الإعلام. يعني أنا كواحد من الصناع أقدر أقول لك يا أستاذ جمال، أنت بتفرض عليا إن أنا أحط إعلانات جوه الحلقة الدرامية بتاعتي، أوكي. قول لي أنا كمخرج ممكن أقول لك أماكن أماكن أقدر أعمل فيها كات. والكات ده ما يبقاش كل ثلاث دقايق، زي ما ذكر الدكتور حسن انه احنا دلوقتي المفروض ده قانون انه الساعه الدراميه على الشاشه المفروض ما تزيدش فيها الاعلانات عن 6 دقايق. طبعا الحلقه بتصل اذاعتها لو هي 7 بتخلص الساعه 9:30. ليه؟ لانه في 9:30 اعلانات. احنا عندنا مشكله، احنا لازم نبقى صراحه مع بعض. هي الاعلانات مهمه؟ طبعا مهمه. مهمه جدا، لانه انا النهارده مش بشتغل كنجم ولا كمخرج ولا كالناس اللي بتعمل دراما غير لو والله جاي لهم اعلانات. كلمه مخيفه جدا جدا جدا. ليه؟ لانه في مننا احنا ناس كويسين جدا 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 ما يجيش عليهم اعلانات، ان هم بيقدموا ماده هامه جدا ولا ماده سريه جدا. تفتكر مره في حلقه من حلقات الاختيار الجمهور طالب وقتها الشركه المتحده انه ارجوكم في الحلقه اللي هيكون فيها المنسي فرفضوا ما تحطوش اعلانات. حصل صح؟ لولا انه تفاعل الناس والجمهور احساسهم الوطني كان عالي جدا، انه يعني احنا عايزين نشوف الحلقه على بعضها. فالموضوع صعب، محتاج تنظيم. لكن الاعلان مهم، الاعلان مهم جدا 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 جدا. انا شفت تنفع تكون الاعلان، وانا كواحد هبقى فرحان جدا والله وانا عامل لي مسلسل يجي عليه اعلانات. انا عندي موجود ثلاث اعلانات بتذاع عشان يجي له اعلان لحد النهارده، وهم 2005. فيعني هي عمليه جدليه. اشكرك جدا. شكرا جزيلا. كرئيس لقناة نيل العرب وكمخرج يعني عنده وكفاهم لطبيعة التمويل والإعلان، فبيطلب إن يبقى في توازن منطقي. يعني مش أستاذ محمد البدوي هو مسؤول عن شبكة النهار، وغير كده هو أصلا يعني ابن مسيره التلفزيون المصري، وعارف برضو المسؤولية الاجتماعية والوطنية للإعلام والضوابط اللي كانت موجودة في مسيره. لكن هو كان مسؤول عن قنوات بتنافس ومحتاجة تمويل وعندها أعباء اقتصادية جبارة، فلازم يلاقي رعاة ومعلنين وتمويل. انما ازاي بيعمل التوازن ده على الخريطة؟ ان تخليني يعني تبقى بتحترم عقل المشاهد اللي قاعد يتفرج، في نفس الوقت بتحقق هدفك كمؤسسة اعلامية اقتصادية.
مش في التلفزيون، لان احنا قدامنا 3-4 سنين
سنين 5 سنين وهنبقى مش موجودين. يعني شكل رمضان الجاي الديجيتال هيكون اكتر من ده انا بقوله. اما بالنسبه للرقابه على القنوات والاعلان داخل يعني القنوات وكده، انا مش بقول كده عشان الاستاذ موجود يعني بالنسبه لحقوق المستهلك، لا هو حقوق المستهلك في رقابه بتحصل على جميع المنتجات، ده يمكن البعض ما عرفوش ان فيها رقابه بتحصل من جهاز حمايه المستهلك على القنوات تجاه المنتجات زي المنتجات الطبيه والمنتجات يعني مين بيراقب وبيشوف ومين بيطلع ومين بيعمل. لكن للاسف بعض القنوات اللي طلعت بشكل غير رسمي هي اللي اساءت للاعلام في بالنسبه لل يعني لا انا بتكلم على القنوات اللي طلعت في مدينه الانتاج وطلعت بره من لما اتفضل لما اتعمل يعني مال سات واتعمل اللي هو الاقمار الصناعيه الثانيه طلعت قنوات بدات تسيء وتحط اعلانات هي اللي بتسيء للناس. لكن لو جيت وتبص للمجموعه الموجوده داخل مدينه الانتاج الاعلامي هتلاقوها هي القنوات المتحده وهم مجبرين ان هم يعملوا لان هم يتبعوا اعلان الدوله بشكل رسمي ان هم يحطوا المعايير والاكواد اللي بتنفذها المجلس الاعلى. كذلك احنا القناه او القنوات الثانيه اللي بره المجموعه ملزمه ان هي تنفذ الحقوق والمعايير اللي حطها وقررها المجلس الاعلى الاعلامي. فاذا ان فكره الاعلام هي فكره المفروض ان احنا ندور على حقوق المشاهد داخل القنوات الاساسيه وهو التلفزيون المصري القنوات اللي هي تتبع اللي هو يقدر الدوله تصرف عليها. طيب انا المشاهد النهارده لما يطلع قرار من المجلس الاعلى للاعلام ويقول لي هتحط 6 دقائق اعلانات هحطها ازاي 6 دقائق؟ هيجيبوا لي كام؟ وانا النهارده لما اطلع الاستاذ عمرو طبعا قال جمله انا المفروض ان انا بيحصل تقطيع عشوائي في المسلسل. طبعا ما عنديش مشكله كل مخرج يطالب بان هو يحط الفواصل بتاعته جوه المسلسل. ما عندناش اي مشكله. يعني احنا لما انتم بتسيبوا انتوا كمخرجين سبتوا في حقكم وحطيتوا وقلتوا ان القنوات هي اللي تراعي ده، طب ما انتوا بتطلبوا حقكم وقولوا احنا انت عايز اخرج من القناه الاساسيه هتعمل ايه؟ وانتوا قطعوا البرنامج بتاعتك. لكن الماده نفسها بتيجي انا مش هقدر انا كقناه اتحمل نتيجه ان انا اذيع مسلسل بدون اعلانات، مين قال كده؟ اقدر بايه؟ حتى لو في الضوابط المحدوده ما تجيش من القنوات، الضوابط المحدوده تيجي من مجلس الامان الرقابه على المصنفات وهي المسؤوله عن المسلسل، مسؤوله عن الاعلان، مسؤوله عن الحاجات الثانيه. الاستاذ كمان يمكن اول ما فتحنا القنوات المتخصصه حضرتك قلت كلمه انا مش نسيها لحد النهارده، قلت كل واحد رقيب على نفسه. احنا كمخرجين وكناس مسؤوله احنا راقبين على نفسنا، احنا عاملين رقابه داخليه جوه القنوات بتراقب وبتشيل. احنا لو نقول لكم كميه الحاجات اللي بنشيلها انتوا يعني مش هتقدروا تتخيلوا العبث اللي بيحصل فعلا. واحنا لجأنا للعبث عشان ما فيش غير العبث حاليا موجود دلوقتي. وقطع قبل النهايه وطبعا واحده في المسلسل بيحصل كده اللي بيحصل
مش مشهد ما بيكملش. اسمك وبيت الشارع كان بيحصل حاجات على الحيطان المكتوبه سيئه وبتسيء لبعض الناس وبعض المشاهد وكنا بنلحقها على الهواء بحاجات بسيطه ولو كان دخل فينا نور زي ما نقول كنا بندفع خطوه. فحاولوا تساعدونا ما بلاش نبقى يعني كل الناس تهجم او تهاجم على القنوات، لا احنا لازم نبقى يعني نشوف ايه اللي بيحصل ونحطه في مصادر، يعني ما يبقاش الموضوع جاي بشكل زي ما قلت كده يعني ان النهار او القنوات الخاصه هي المسؤوله عن تمام. لا اكتشفنا ان محمد كازو مش مخرج شاطر بس ده هو محامي شاطر، هو ممكن يبقى محامي للقنوات استجابي وعنده وجهه نظر طبعا وجهه نظر قيادي قيادي. هو اشار لنقطه مهمه وحضراتكم اشرتوا ليها اللي هي الاعلام الرقمي والدخول. فانا هسال الحقيقه استاذ علاء المطيري انه الرقمنه دي مش في التلفزيون بس او في الاذاعه بس وداخل في الصحافه. فهل الاعلام الرقمي ممكن شويه يعني نعمل توازن انه الاعلام العام يبقى ليه ضوابط وبعدين كميه الاعلانات الكتير دي تروح للاعلام الرقمي تعوض شويه، يعني نوزن بين الاثنين ازاي؟ في نقط كثيرة تقريبا بس انا عايز ابدا بنقطة دول. هل في ترسيل للحدود اصلا في الاعلام؟ هل في ترسيل؟ مفيش ترسيل للحدود، انما حدود مخطط فبالتالي اي حد بيلعب اللي هو اللي على اسعار بالتاكيد. فاستاذ محمد طبعا جمع على احنا بس نشكر الاستاذ المصور اللي حاول يفصل ما بين الاعلام والاعلام. طيب انا الفكره في الاساس انا هنطلق من توصيه اليونسكو بخصوص الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي. في تداعي لوسائل الاعلام التقليديه في العالم كله بل بالعكس بتقفل وتسرح موظفين وتسرح صحفيين والموضوع صعب جدا. وهبص الناحيه الثانيه للاعلانات الرقميه واقول ان الاعلانات الرقميه برضه زي ما هي الثانيه بتواجه مشاكل اقتصاديه، الثانيه برضه بتواجه مشاكل اقتصاديه زي الاحتكار الثنائي من جوجل وفيسبوك. لانه المرور للاعلام الرقمي معظم المرور للمواقع الاخباريه عبر فيسبوك وجوجل للاسف. فبالتالي برضه هنرجع لنماذج الاعمال. نماذج الاعمال في الاعلام اتغيرت تتغير وكل شويه وكل ساعه وكل شهر بيحصل تغير على التغير. لدرجه ان احنا مش ملاحقين حتى كمان عشان نوثق شغلنا ونتعامل ونقدر نوفر ايرادات عشان نكمل. انا بتكلم هنا كاعلام خارج اي منظومه، انا راي سياسي ونمط ملكيه مختلف بصرف على نفسي محتاج عشان اقبل الناس ان انا انتج محتوى جيد تنافسي وفي نفس الوقت كمان يعني بقول بصحى الصبح كده اقول ربنا يستر علينا من سقوط التكنولوجيا وسقوط السيطره. سقوط التكنولوجيا ان في تغير في مخصص الاعلانات تحديدا لان كمان الاعلانات الرقميه نفسها حصل فيها تغير خطير. التغير الخطير المتعلق بالاعلانات المباشره هي بتزيد طبعا بالتاكيد في الاعلام الرقمي ولكن ما بتروحش دايما للميديا، بتروح دايما للسوشيال ميديا وبتروح للوسائل الاخرى.
وبيتلحى دلوقتي التيك توك والفيسبوك وكل كل التطبيقات. الناحيه الثانيه انه بيحط على المضطرين مضطرين، اللي بقى الاساس في الايراد بقى يعني انت بتيجي من جوجل، يعني اللي انت بتستضيفه على موقعك من جوجل، يعني انت مجرد كانك شاشه عرض بتاخد فتات جوجل. وكل ما جوجل يغير خوارزميته او يعمل تحديثات، يعني جوجل لسه عامل تحديث في مارس بيستند بيه ثلاث حاجات. خلى كل المواقع الاخباريه الكبيره في العالم بتعاني لمده ايام، وممكن بعدها يعاني منها موقع رويترز، سي او ان، لوس انجلوس تايمز، تليجراف، كلهم بيعانوا بسبب التحديثات اللي بيعملها جوجل، فعامل مشاكل فيما يخص الدخول. فالدخول ده معناه اعلانات، الاعلانات معناها ايراد، الايراد معناه ان انا هقدر استدين واستمر. فبالتالي الوضع اصعب بكتير من احنا بنتكلم فيه. انا يمكن هنا بتكلم على حقوق المستخدمين او حقوق القراء، لان انا بشتغل في عندي نسخه مطبوعه، عندي نسخه رقميه، وعندي في حقوق مشاهدين فيما يخص طبعا الفيديوز واللي انا بتعامل بيه مع المنصات التواصل الاجتماعي. ولكن الشغلانه صعبه. فانا هقول التوصيه بتاعت اليونسكو، قال ايه؟ مؤسسات الخدمة العامة لابد أن تبقى وتستدين، وإن العالم لابد أن ينفق، الحكومات تنفق عليها المليارات، لأن ده منفق مش ده مفيش رفاهية فيه. يعني دولة تتعامل مع مسألة مؤسسة الخدمة الوطنية بمنطق إنها شيء، لا، دي مسألة خطيرة جدا. لأن لما أي وطن يتعرض للأزمة، لأن يجد صورة إعلام الخدمة العامة لإعلام الوطن. والناحية الثانية توصيف اليونسكو برضه بتقول إن الإعلام المستقل خارج مؤسسات الخدمة العامة لابد أن يدعم دون أن تدخل الحكومات فيه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن وجود إعلام حي حيوي ضرورة لأي مجتمع عايز يفضل، وضرورة لأي بلد عايزة تستمر، وضرورة ومنعة لأي وطن وأي أمة محترمة عايزة تخلي وضعيتها جيدة وتوضعها جيد وسط الأمم. فبالتالي المسألة ما فيهاش رفع. عشان كده لما حد بيتكلم عن حقوق المشاهدين برضه لازم نتكلم عن حقوق المؤسسات، وضعية السياقات اللي فيها المؤسسات. السياقات صعبة جدا، لأنه كمان في مشكلة كمان تانية، تحديات إنتاج المحتوى التنافسي صعبة جدا جدا جدا، لأن أول شرط إنتاج محتوى تنافسي عالي جودة إن يكون فيه إتاحة. لابد من الإتاحة. ما تقوليش أعمل محتوى تنافسي جيد وعندي فيه قضايا وعندي قيود وعندي كذا وعندي سياقات لازم على الأقل تشتغل تحتها. وهذه السياقات يعني ممكن تكون سياقات سياسية، سياقات تشريعية، وأحيانا سياقات اقتصادية، حتى ممكن تكون سياقات إعلامية. بمعنى إن لا، في سطوة للمعلنين أو في سطوة للمعلنين، بل بالعكس بتزيد. ليه؟ لأنه كمان الوضعية بتاعت الملعب الغير مخطط مخلية أي حد عنده يد قوية وعنده سطوة وعنده مال يقدر يتحكم في أي مشهد، بل بيقدر يحذف أي قطعة، بل يقدر يحذف أي فيديو، بل ممكن يلمع عرض. فبالتالي التحديات الشغلانه بقت اصعب بكتير من الاول وبتزيد. طيب في تحدي مهم قوي، تحدي مهم. هل المؤسسه الصحفيه بشكل عام في العالم العربي في صعود ام في تراجع؟ لا، في تراجع. التراجع مبني بسبب ايه؟ بسبب ظروف. مش الصحفيين هم لوحدهم تحملوا المسؤوليه، لان الصحافه والاعلام هو انعكاس لاي مجتمع. المجتمع ده لو فيه مشاكل، المجتمع ده لو مفيش معياريه، المجتمع ده لو مفيش فيه حوكمه، المجتمع ده لو مفيش فيه شفافيه، كل الامور دي، المجتمع ده لو مفيش تربيه عالميه زي بلد الدكتوره. لان انا برضه في النهايه لو انا بحط محتوى تنافسي على السوشيال ميديا، وانا ميديا وليا وظيفه اعتباريه، وانا بحط المحتوى قصاد الناحيه الثانيه كبير او ساحر او كان الناس اللي بيظهروا يقولوا اي كلام في اي حاجه، هل لو انا دلوقتي في المحتوى ده لو في تربيه علميه، هل المتلقين يعني المشاهدين هيكونوا عندي انا بالملايين ولا هو عنده هو بالملايين؟ فبالتالي الناس مش قادره كمان تميز. فبقى في مشكله، المشكله مش في حته واحده،
زي ما كان بيتكلم محمد العبس هو بلاقي هو شكل من الاشكال دي، لكن هل المشهد ده الصح ده العبس في خير؟ اه في خير، في ناس لسه ممسكه بمهنتها، في ناس لسه عندها قدره على احترام ذاتها واحترام المعايير، في ناس لسه بتنور الشمعة بتاعت الاخلاقيات وتستدعيها، في لسه في ناس تانية لسه بتحاول بقدر الامكان تعمل شيء جيد في بخصوص شغلانتها، تفضل ممسكة ان الاماكن تستمر وتستديم، عشان للاسف اصعب شيء ان يغيب موقع الكتروني او ان تغيب مؤسسة صحفية او ان تغيب قناة، اصعب حاجة. انا اعتقد دي تبقى خسارة لأي مجتمع، فبقول انا مش هكمل على عبس، بس بقول على الفكرة الاساسية ان فعلا الملعب مش مخطط، فبالتالي كلنا مش قادرين نأدي ادوارنا بشكل من الاشكال، فهذه الفضولة بس اعتقد ان هي برضه نعتبر ان ده درس انذار عشان نعيد المعرفة. شكرا. القصة احنا جزء من قصة كبيرة قوي، يعني جوجل وابل ومش عارف ايه ومايكروسوفت والمنصات الكبيرة في العالم يعني، وابل قصة كبيرة جدا يعني، احنا جزء من هذه القصة. طيب العالم العربي يعمل ايه يعني؟ المفروض انه ينتبه بقى، عندنا منصات عربية، عندنا شراكات عربية، يبقى عندنا بدائل، لأن الحقيقة أنا بشكر فعلا الأستاذ علاء المعشر لنقطة يعني هي وجع مستمر عند كل الإعلاميين والصحفيين الوطنيين في العالم العربي. إيه هو؟ إنه إعلام الخدمة العامة بيتراجع ودوره بمجمد وبيتفكك احيانا، فخطير. احنا عاوزين اعلان خدمه عامه، وطبعا بيقول لك اعلان دوله، بقول له اعلان دوله اوكي، بس اعلان خدمه عامه تحديدا زي بي بي سي ما بتعمل. السفير اللي كان اسمه جيمس وات، اسمه كده الراجل، كان ايام الثوره 13 14 جه ظهر في السفير وبعدين قال حاجه خطيره جدا، قال ان البي بي سي طبعا هي مموله من دافع الضرائب البريطاني، بس قال حاجه مهمه، قال احنا بنكسب 40% من ميزانيتنا سنويا نتيجه انتاج محتوى اعلاني بنبيعه، بس الحكومه ما بتقربش من 40%، سايبه ال 40% دي ان انا اعمل تطوير وتحديث وما الى ذلك. فالكيانات الإعلامية محتاجة مراجعة، وإن إحنا في النهاية يبقى عندنا إعلام خدمة عامة، دي مطلوبة أوي. مهندس شريف أكيد أنت يعني كمشاهد كمواطن كمستهلك تابعت، وأكيد برضه حسيت إنه طب أنا مش عارف أشوف حاجة، أنا مش عارف أشوف حاجة، مش عارف أتابع حاجة، في طغيان للإعلانات. رؤية الجهاز ايه في مواجهة هذه المشكلة، الدفاع عن حقوق المستهلك؟ شكرا للدعوة الكريمة للرئيس الأعلى للثقافة. طبعا حاجة تشرفني ان يبقى موجود في وسط الكوكبة الإعلامية العظيمة دي، وده منبر مهم جدا لجهاز حماية المستهلك، انه يبقى عنده هذه الفرصة اللي يعرض بعض اختصاصاته والأداء اللي هو بيأديه لتنفيذ هذه الاختصاصات. طبعا زي ما الدكتورة منى تفضلت وشرحت ان الأصل في قانون حماية المستهلك هو مستند للإعلان تبع الأمم المتحدة حقوق الإنسان، اللي بتديله مجموعة من الحقوق
هي بالطبيعي تبقى حقوق المستهلك، لانه من حقه يعرف المعلومه، من حقه يعرف يشتري ايه، من حقه يختار المنتج اللي هو هيشتريه، من غير ما حد يضحك عليه او يضلله او يديله معلومات كاذبه يكتشفها بعد ما يكون دفع فلوس ويختار هذا المنتج او حصل على هذه الخدمه والخدمات طبعا متعدده والمنتجات متعدده نفسه. ده احد المحاور الرئيسيه لعمل جهاز حقوق المستهلك اللي منصوب عليه في قانون حمايه المستهلك، القانون 181 لسنه 2018. القانون زي ما اشار لهذه نقول عليها حقوق المستهلك، كمان تعرض لفكره الاعلان بان الاعلانات دي لازم انها تكون خاليه من التضليل. ده اساسي، وشرح القانون دي هي اول التضليل، ان يبقى المعلومات مش كامله او مغلوطه او مسكيدنج يعني للمستهلك، او تضفي على المنتج ده صفه مش موجوده فيه، انه منتج طبي انه بيعالج الامر الفلاني، انه بيحقق الفائده الفلانيه، انه بيعمل حاجه يعني وات ايفر، يعني يكون ده مش حقيقي ومهواش موجود. ودي ماده 9 من القانون. احنا عشان الماده دي زي ما دكتور حسن شرح وتفضل، احنا بنتعامل مع الامور دي لو هي في اطار الشكاوى نمره 1، زائد ان احنا في الجهاز انشانا اداره خاصه بالمرصد الاعلامي، ان هي ناس تقريبا قاعدين متفرغين ولو مش كليا يعني لكن جزئيا بنسبه كبيره بيتابعوا يتابعوا الاعلانات اللي بتترد على البرامج عامه او على السوشيال ميديا كمان ساعات، وكل ده بنبقى شايفينه، ونحقق اتصال مع جهات كتيره منهم يعني المجلس او المراه بيتواصلوا معانا برضه لما بيلاقوا حاجه من وجهه نظرهم شايفينها يعني تشوب برضه حقوق المستهلك. بنتعامل مع كل ده هو بنتعامل معاه ازاي، ان احنا في مواد في القانون بتتيح للجهاز ان وانس ان هو رصد اعلان وجد فيه تعدي على حقوق المستهلك دي، من حقنا ان احنا لو الامور مش متفاقم قوي يعني في حاجات بتبقى بسيطه ممكن الجهه تعدلها، فالجهاز بيتواصل مع الجهه بيطلب منها انها تعدل وبيديها اجل 3 ايام، وهي ما قامتش بالتعديل او من الاول احنا رصدنا ان الموضوع لازم يجي فورا، بنطلع قرار من مجلس الاداره بان الاعلان يقف فورا، وبنخطب النيابه بمحضر، نعمل محضر الواقع اللي احنا رصدناه بنخطبها للنيابه، النيابه بترفع على طول لمحكمه الاستئناف المستأنف القاضي المشهورة علشان تستصدر قرار. الجهاز ملوش تغطية ليه طبعا؟ عنده تغطية. ما انا لما بطلع القرار بطلع قرار بإيقاف الإعلان. كان خير حصل يا أستاذ مصطفى بس لازم الجمهور حصل الحاجة ما هو أول حاجة لما بيكون الموضوع مش على درجة عالية من الخطورة نتوجه للجهة القانونية أولا. ونطلب منهم تعديل، ده القانون بيقول كده. أسألك سؤال؟ طبعا. في مراكز صيانة أجهزة كهربائية على السوشيال ميديا وعلى القنوات الفضائيه 99% نصابين وبياخدوا اجهزه من الرواج، وكتير قوي على السوشيال ميديا احنا بنتابع بيشتكوا من المراكز دي، احنا الصيانه المعتمده، احنا الصيانه ما اعرفش ايه، احنا الصيانه ايه، وارقام مختصره، ولما بيجوا الناس اللي هم بيعملوا كده الموضوع بيختفي وياخدوا الضمان. تمام مظبوط. ده اعلان موجود، اعلان موجود على التلفزيونات. الصحافه كان في بالظبط. السوشيال ميديا ايوه، واحنا المعتقدين سياسه رد الفعل ايه بقى اللي ممكن بيحصل معاهم؟ وده اعلان اهو. انت الشمكسي اللي قعدنا نحكي بتاع الشركه الالمانيه في الشرطه في قبلهم بتراقب الحاجات دي. كان في شرطه قمصانات. هو كان مرصد عليه. احنا ما بنديش ترخيص في الاعلان ولا بيتعرض علينا علشان نوافق على الاعلان ده يتم ولا ما يتمش، لا هو القانون ما عنديش الصفه دي، انما انا لما برصد الاعلان بعمل فيما يخص حضرتك اشرت ليه، احنا على موقع الجهاز بالحكم
الاسماء الشركات المعتمده فعلا اللي احنا عارفين ان دول هم اصحاب العلامه وهم بيقدموا خدمه الصيانه ومعتمدين من الجهات اللي هي الرقابه الصناعيه في مصر. احنا بنبقى عارفينهم وواخدين البيان ده وحاطينه على الصفحه عندنا. وفي البيانات التحذيريه بتاعتنا بنحذر المستهلك انه يروح لاي كيانات غير اللي احنا قاعدين عليها او اللي هي صدر لها الموافقات باعتمادات. انا عارف سيادتك بتتحرك في الحته دي. الاشار اللي الاستاذ خالد الزكاه دي هي خطيره مفروض، بس للاسف الشديد القنوات دي ما فيش سيطره للنايسات عليها. القنوات من حزم ترددات ما فيش اي جهه. استاذ محمد الجاز معاك حصل الفتره اللي فاتت يعني المجلس كان خد قرار وبدا في مجموعه من القنوات بدات تقف يعني حاليا، بس هي طبعا هو المنظومه اصلها متشعبه في كذا دوله في كذا حته طلع من الاردن مش عارف منين ومنين، لكن دلوقتي بدا يعني على الاقل كنا بنشوف احنا كميه قنوات زي توك توك ومش عارف ايه ومش عارف ايه بدات دلوقتي يتم لها حجم بالظبط وبدا ما بنشوفهاش. ده اللي حصل. طيب يعني باختصار كده رؤيه حضرتك ايه اللي تنصح بيه لتحسين الوضع او لمحاوله بلاش ترسيم الحدود ولا الملعب غير مخطط والعبس لا بس والعبس ازاي نخرج لقد وقعنا في الفخ ازاي نخرج الفخ ده في رايك والنصائح اللي حضرتك تقولها لجهاز حمايه المستهلك للاعلاميين وعارف ان اعرف نص دي مش ببلاش يعني مفهوم طبعا يعني انا قد تكون بس حضرتك عندك حمايه في المجلس شرف لينا يا فندم. طبعا يعني مش نصيحه طبعا لا تنفع نصيحه، انما في التعامل احنا الجهاز بيتعامل في شكاوى اخرى غير الاعلان خالص، يعني في سلعه وفيها خدمه وفي صاحب شركه عامل بيزنس، احنا بنشوف ان هو حريص على انه يحافظ على الكاستمر بتاعه. يعني هو اولى واحد يحافظ على العميل بتاعه هو صاحب البيزنس، لان هو استثماراته اكشولي هي المستخدمين او المستهلكين لهذه الخدمه. فاحنا لما بنتكلم معاهم علشان نحسن الخدمه المهداه بنكلمه من زاويه ان انت كل ما بتحسن الخدمه بتعلي الجوده تبقى واضح معاه مثلا في شروط الضمان وتبقى عامل مراكز صيانه على مستوى الجمهوريه توصل للناس كلها، ما يكون عندك افيلابيلتي في قطع الغيار، كل دي حاجات بتدي للمستهلك ثقه انه يتعامل مع العلامه دي ويفضلها على العلامه الثانيه، لان السوق مبني على المنافسه وليس مبني على ان احنا نحط امور جامده وقوالب. مش هينفع الكلام ده، احنا عدينا المرحله دلوقتي ان السوق كله مبني على التنافسيه. فاذا كان المستهلك مستاء من التقطيع والحاجات اللي اشرت ليها دي اللي هي ممكن في القانون عندي ما تبقاش امور واضحه انا اقدر اجرم بيها هذا الفعل. انا في الاخر الجهاز الرقابي زي ما حضراتكم اشرتم وانا بجرم الفعل، والفعل ده انا مش عارف اجرمه لانه مش عندي في القانون على النحو اللي حضرتك اشرت فيه من دقائق وشفت هو امر مش بالنسبه لي مش مجرم، ولكنه بالنسبه لحضراتكم مقاس على انه ده المستقبل بيبقى مستاء من هذا. فانا بفترض ان اللي مقدم الخدمه هو احرص واحد على انه يحسن هذه الخدمه لجذب المشاهد. شكرا جزيلا. الدكتور عبد الله عايز تعليق، بس الحقيقه احنا عندنا مداخلتين علشان ايه نستوفي المتحدثين من الخالدين. زي انضم الينا الدكتور حسن علي معتره جاي من السويس راسا الى دكتور حسن علي صديق يعني هو حصل حاجه المجلس بيعمل ايه دلوقتي؟
المنتجات اللي كانت بتطلع على القنوات اللي هي كانت غير مرخصة. يعني احنا كان في منتجات بتيجي من بعض المنتجات وقت التصريح من وزارة الصحة، وبتيجي مثلا تيجي تلاقي مثلا على الناس اللي بتبيع المنتج بيحطوا سترابه كده مكتوب عليها ارقام تليفونات، بيجي الراجل المستهلك ده بيشتري فبيتباع له منتجات تانية. المجلس من الحاجات اللي عملها الفترة اللي فاتت وهو كان الرقابة على المنتجات دي، كان بيطالب القنوات واحنا منهم ان احنا نجيب بيان بكل المنتجات اللي بتطلع على الشاشة، وبدأ يحد من فكرة العبث التاني اللي بيحصل. في هذه الليستة كلها هو المعلن، المعلن النزيه الأمين صاحب الماركات الرصينة، هم دول أول المتضررين. حتى في الإعلانات اللي بتشوفها ساعات المخرج الكثيرة هذه، الإعلان اللي بيتشاف أول إعلان وآخر إعلان صح، اللي في النص دول كلهم يسموها كلاود، يعني المفروض تتخذ ببلاش. حتى في تسعيرة للإعلان هنتكلم يعني على قضية التسعير دي، قضية تسعير كبيرة جدا على الكت من غير حد. بس أول المحضرين المعلن قبل المشاهد على الضحك. صح، دي ملاحظة ذكية جدا. شكرا دكتور عبد الله. الأستاذ خالد البرناوي هو الحقيقة دلوقتي عايش التجربة بأبعاد مختلفة بين الصحافة والتلفزيون والإعلام الرقمي، فكيف يرى الخروج من الناس الفوضى الخلعة؟ غصبا عنها كنا متشائمين، اسمحوا لي بأي نص. مشهد في قاعة زي اللي احنا فيها، ولا الله مثلا مفيش حد يدير الجلسة زي الدكتور جمال، فالحالة هيبقى فيها هرج ومرض والناس بتدي ضرر لبعض والدنيا صعبة. فده أشبه بعملية إدارة الإعلام وصعوبته في الإعلام التقليدي. تخيلوا بقى لو القاعة دار الأوبرا وناس كتير جدا من الشارع دخلت وناس ليها فيها ومفيش فيها، وفي مئات من الناس، تنظيم الموضوع عامل إزاي؟ فلو بنتكلم على تنظيم الإعلان في العالم الرقمي versus تنظيم الإعلان مع التراديشن ميديا، دول بالظبط تنظيم المشاهدين. وده يخلي الواحد بعملها مش عارف، احنا عندنا صعوبة أصلا في تنظيم الإعلان في البيئة التقليدية اللي هو مع احترام يعني انتهى من العالم من 50-60 سنة وعندهم قواعدهم ويتطلبوا بيغيروها. دلوقتي بيشوف أنا عندي إرث من تنظيم الإعلان على البيئات التقليدية، لما اطلع على الاعلام الرقمي هتبقى مهمتي ابسط شويه. فخلاص هو عارف ان في اعلام خدمه عامه ليه قواعده الاعلانيه، اعلام خاص ليه قواعده الاعلانيه. اللي هو مفترض لو ما بيحققش ربح يسكت، يعني لو قناه النهار ما بتحققش ربح حط علامه استفهام. لكن اعلام الخدمه العامه ليه ضوابط مختلفه. هنا جهاز تنظيم الاعلام معني بصوره كامله لتنظيم المشهد، في جهات ممكن تساعده، جهات تنظيم الاعلام بنحفر في الماء. الجهاز تنظيم الاعلام مش معني بس بعمليه قيميه والاخلاقيه، لا، معني بالعمليه المهنيه، وضع قواعد وضوابط ومراقبتها لامر الدين عشان ما فيش مساحه للارتكاب. طيب سوق الاعلام القومي والامن طبعا كل هذه الامور ده في صميمها، في صميمها طبعا. لكن يعني مع احترامي انا شايف ان معني اداره الامور المهنيه بالاساس، يعني جهاز تنظيم الاتصالات عندنا جهاز تنظيم الاتصالات موجود، الـ NTIA
ريفرنس عظيم. هل مش معنى بان قوي؟ طبعا معنى بان قوي وفي اعضاء من جهات سياديه موجودين فيه، لكن مع ذلك وبيتعامل مع شركات عالميه، نموذج عالمي اللي هو جهاز تنظيم الاتصالات، وعمره مش كبير على فكره، عمره ما عمره مش محدود 24 سنه، عمره مرفق تنظيم الاتصالات ثم جهاز تنظيم الاتصالات عمرهم لا فوق 30 سنه. الاعلان الرقمي يا دكتور جمال حجمه السنه دي واحنا موجودين، ما اعرفش ده كان مقصود بجلسه دي ولا لا، بس اول مره في التاريخ مربوط وعائدات الاعلان الرقمي ستتجاوز الاعلان التقليدي هذا العام بنهايه 2024 ده في العالم. قول لي ارقام كده بالظبط. 649 مليار دولار عائدات الاعلان الرقمي هذا العام وورلد على مستوى العالم، الاعلان التقليدي والبرنت والتلفزيون. مصر مفيش رقم، حتى كمان سالت الشات سالت ادوات الذكاء الاصطناعي عشان يجيبوا لي ارقام، ده بيرد على ارقام اي ماركتينج، ودي واحده من المؤسسات العظيمه جدا وستريكس الالمانيه برضه. مصر عنده رشد، بس انا الشرق الاوسط، الشرق الاوسط كان 2020 عائدات الاعلان كله 4.4 مليار دولار، السنه دي 7.9 يعني اولموست 8 مليار دولار عائدات الاعلام على مستوى العالم العربي. السوق السعودي رقم 1، السوق المصري رقم 2، السوق الاماراتي رقم 3 في حجم الاعلان. بتكلم على الاجماليات على فكره ليس الصافي، وبعدين مصدر قد يبقى العائد مش الربحيه، لان الربحيه امر ثاني، ممكن تبقى عندها ربحيه من الاعلان 20% وهو يبقى عند 50% غير ونفس الشيء زي رؤوس الاموال المتحركه. ده حجم السوق، حجم السوق الاجمالي. وده اعتقد احنا مصر بتتكلم من 1 مليار ل 1.4 مليار دولار حجم سوق الاعلانات في مصر. دولار من التلفزيون وما بكده. لكن انا هسالكم سؤال، تفتكروا حجم الاعلانات حاليا اقل او اكثر من 10 سنين؟ حجم الاعلان دلوقتي هو شكل اكتر كم من حد ده ولا فلوس؟ لا حجم الاعلان، حجم الاعلان بس القيمه اكتر. قال لك شكله اكتر، هو واقعيا هو اكتر لكن مش تجيب الاعلان. ليه؟ دلوقتي الرقم احنا قلناه عشان برضه نبص زي ما كان الدكتور عبد الله بيتكلم، ننظر للرقم ونشوف وتفسيره ازاي سوق الاعلان تضاعف بينما الاعلاميين وفقر الشيء صحيح وامر صح. ليه حصل؟ في امريكا 85% من عائدات الاعلان الرقمي بتروح لجيب مين؟ رقم 1 جوجل، رقم 2 ميتا، امازون، مايكروسوفت، والباقي اللي هم 15% بيسموه ايه؟ انتوا عارفين دايما في الشرط بتاع يبقى يعمل لك 30% كذا 40% كذا ويدي نسبه كده ولا كده؟ ده ادرس. بص ده ادرس دول هم بقى هم دول ده ادرس هم الناس دي بقى اللي فوق ده اعلام بالعكس. ارجع بقى لسنه لو الكلام ده سنه 2020 كان ايه وقعه؟ لا برنت ميديا رقم 1، التلفزيون رقم 2، الاوت دورز رقم 2. فاصبح يا ساده السوق اتغير. دلوقتي بقى السوبر ماركت اللي موجود ولا محمد اللي قاعده في الكفر بتعمل اعلان على مين؟ بتعمل اعلان بس بتدفع في جيب مين؟ في جيب مين؟ ده كله بره اطار. فجاي تقول لي ان انت عندك صعوبه في اداره منظومه الاعلام والاعلان التقليدي وهقدر شركه تقدر تجيبهم، لكن على مستوى الاعلان الرقمي انت بتتكلم على مش اقل من مليون شخص في مصر بيعمل ستريم. ده بيخليك تعمل البوست بتاعك مايكرو، انت دلوقتي جوجل فيسبوك بيتيح لك ان انت تعلن عن اي حاجه تعملها، ده مش اعلان ولا لا تحت القطع، لا مش تحت القطع. ربحيه الاعلام مشكله كبيره، حقوق المستخدم هنا بقى اشكاليه كبيره جدا، حقوق المستخدم هنا اشكاليه، حقوقات والمعلومات. وفي اساطير بتتقال زي مثلا انا كلمت مع واحد صاحبي فوصل لك اعلان، صح ولا مش صح؟ حقيقي ولا مش حقيقي؟ اكيد لا هي مش حقيقي. لكن في اليات ثانيه للذكاء الاصطناعي بتجيب ده ازاي؟
بس بيحصل. طب هقول لك بسرعه عشان برضه ايه، لان في دي من الاساطير اللي بتتقال ان المايك بيتكاسل على اللاب، ما بيحصلش. هو اللي بيحصل ان حضرتك اشتريت الموبايل، اشتريت ساعه ماشي، وفي 100 اشتروا ساعه، ومن ال 100 دول 70% منهم راحوا اشتروا استيك ساعه كده بعد 7 شهور. فبيقدر يعرف ان الزبون رقم 101 بعد 7 شهور هيروح يشتري ايه؟ استيك ساعه. فبيقدر يعمل بريدكشن، بيقدر يتوقع. فهو هنا عارف ان انت هتشتري اللي انت هتشتريه قبل ما تشتريه، وبناء عليه بينتجوا ويشحنوا ويجهزوا لك. فتيجي مثلا تعالى كريسماس او تيجي في رمضان اخر رمضان وعارف ان انت هتطلب الاوردر ده، مش عارف بالظبط النسبه بس عارف تقريبا ان هيبقى في طلب على ده، ويحسب ان الطلب ده بيزيد بنسبه 7% لا 8% يخسر ويكسب. فهنا بيحلل. وهنا بقى يخليني اختم بالذكاء الصناعي، لان ده بقى باب جديد. وخد بالك احنا عندنا مشكله بكرر تاني، انت عندك مشكله في تنظيم الاعلام والاعلان التقليدي، وعندك مشكله بعد كده في تنظيم الاعلام الرقمي، ودلوقتي عندك ايه بقى؟ تنظيم الاعلام في ظل الذكاء الاصطناعي. انما لازم باخد مداخله سريعه مع استاذ خالد الادريبي وبعدين الدكتور حسن وارجع لسيادتك. حاضر. علشان يبقى فيه برنامج اعلاني مستعمل الموضوع وبيترفض، كان الدكتور جمال بيرفض الى الان. احنا بنرفض اي حد يقول لك انا هاخد النص ساعه دي، انا هاخد النص ساعه دي والاعلان عندي، مش حاجه اسمها كده. المحتوى بتاعك ايه وانت مين اللي هيقدم؟ تاريخك ايه؟ بتعمل ايه ولا بتتكلم؟ وده عمل لنا مشاكل كتير قوي مع القطاع الاقتصادي اللي هو مسيطر على الاعلانات في التلفزيون. لما بتيجي ترفض ده انت بتعمل ايه؟ انت مش هتدخل فلوس، انت هتوقف اوقف فلوس، لان المحتوى مش مناسب، لان اللي هيقدم مش مناسب، لان حصل بلاوي زرقاء. يعني احكي لحضرتك على حاجه صغيره قد كده اهو، ان في واحد جاء اشترى فعلا نص ساعه في فتره سابقه، وبعدين لما انا جيت ف
وقفت الموضوع ده لان المحتوى اللي بيقدمه مش يعني في حاجه مش رايحه. وسالت على الشخص اللي طلع وراه بلام ده. لما جاي يعمل لما جيت وقفت البتاع لقيت عامل لقيت في ناس بيكلموني من جهات ثانيه ان في واحد اسمه كذا كذا وبيعمل عندك برنامج بيجي يتعاقد معانا. انتوا ليه ما زعتوش الحلقه؟ على الحلقه اعلانيه عن المصنع بتاعي، حلقه اعلانيه ما اعرفش ايه. كتبعت الموضوع ولقيته على السوشيال ميديا سرق اللوجو بتاع الفضائيه المصريه وحاطط اسمه وحاطط النيوز بار بتاعت هو من عنده. بلغت المباحث. ده فيك نيوز وفيك بلغت المباحث. الاخ ده حصل طبعا اللي هو عنده وهرب بره القاهره الى الان شافيني وضحك ونصب على دون زيد رجال الاعمال. واسمه ايه؟ ده ذكاء. الاستاذ كان دلوقتي بيقول لنا حاجه مهمه، انه رغم كل الظروف الصعبه اللي ماسكينه وبيشتغل فيها عنده ضوابط وعنده مراجعات والمحتوى بالنسبه له هو البطل. يعني مش الفلوس بس. لا انا عايز الفلوس. لا بس تقول شرعيه مقننه شرعيه بالظبط عشان اقدر اظبط الاستوديو على زين فلوس طبعا بالظبط. طب السوق العربي يعني يعني كل بسرعه كده التسويق الاعلاني انا بحس ان احنا عندنا مشكله في التسويق. يعني بقول لحضرتك على حاجه، عشان احنا مكبلين بقوانين المبنى فما اقدرش انا اجيب اعلان. اللي هيقدر يجيب اعلان القطاع الاقتصادي او حد هيروح للقطاع الاقتصادي يتعاقد معاه. في تركه صغيره ان ساعات بيطلبوا ارقام من المعلن خرافيه عن القرارات الخاصه، يعني تلاقي قرار خاصه مثلا الدقيقه عنده مثلا سي مثلا 10، لا انا هاخد منك 15، هاخد منك 20، على ايه؟ مفيش ضوابط. يعني حضرتك على ايه؟ يعني هو على محتوى على دراما على رياضه. طب انت حضرتك في الفضائيه كنت بتقدم والى الان بنقدم نوعين من البرامج مش موجودين في القرارات الخاصه كتير، برامج السياحيه وبرامج الاطفال. انت بتصرف عليه. الصرف على السياحه او البرامج السياحيه جامد جدا، فانت محتاج انكم. ده مش مطلوب. انا بحييك وبشكرك جدا. خاصه انك داعي لبرامج الاطفال لان هي غابت عن معظم القنوات للاسف الشديد. فانا بشكرك استاذ كريم. شكرا. دكتور حسن علي. مأساه لاعلام الخدمه العامه في مصر. مفيش قناه طفل قوي. مأساه. عندك حق مليون في المية. عملت ملفات في الاردن كتير. دكتور حسن علي هو مذيع مفوه واعلامي مخضرم وسرقته الاكاديميا. لكنه يجمع بين الحسنيين وعنده رؤيه الحقيقه برضه موضوعيه ونزيهه اشهد له بذلك في محافل كثيره. والدكتور حسن يعني برضه يشهد بذلك. يعني تفضل. مساء الخير جزيلا واعتذر عن التاخير لان كان في جمع مش مخطط للاسف عطلنا احيانا نبقى في جمع حاجه طارئه. أنا جاي السويس علينا على طول والله يعني. يعني من الحوار ربما فاتني الكثير، لكن أنا هتكلم في دقائق عن تجربة شخصية عملناها وكان على رأسها الصديق العزيز سيادة العميد دكتور حسن عماد، تجربة جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء. التجربة دي إحنا اشتغلنا فيها حوالي 7-8 سنين. واشهد ان الجهات والمؤسسات العالميه في الدوله كانت تنتظر تقارير جمعيه كل 3 شهور او كل 6 كل سنه. الخبره باختصار شديد اللي طلعنا منها من مؤسسات المجتمع المدني بتدور على حق المشاهد المصري، حق المستمع المصري، حق القارئ المصري. يعني كنا بنطوف في 3 حاجات دول. أكثر الحاجات اللي أنا فزعت وفزعت لها وبها ملف الإعلام، أنا أصلا متعلم العربي وداخل مصر،
ملف الإعلان تحديدا، يمكن أنا بدأت ده قبل البرامج والدراما وما شابه. ملف الإعلان تعم إلى ألا يحكمه قانون واحد أو لائحة واحدة أو نظام واحد. لو شفنا إعلانات الطرق، وأنا جاي من السويس والكباري المتقاطعة مع طريق وشدة الإضاءة اللي بتضرب في عين القائد السلام، أبسط حاجة السلامة أثناء المنظمة. على فكرة يا دكتور في قواعد منظمة. أنا عارف بس مش يا سيدي. أنا شاركت في قانون إعلان الطرق في الإمارات وجدت وسددته هنا في القاهرة. وقلت لهم شوفوا الإمارات صنعت قانونا لإعلان الطرق تحديدا. قالوا لك شوفوا ملف الإعلان حتى في إعلانات الطرق اللي حتى من ملف الإعلانات طرق تتبع هيئة الطرق والكباري، طرق تتبع المحليات، طرق أخرى ليها نظام ما بين السويس النهارده مش ده بقى مصري أو يعني. طيب ما الذي يمكن الارتكاز إليه أو الاحتكام إليه في هذا التعدد وهذا التنوع الذي لا يعني الثراء انما يعني التشتت في التعامل مع ملف اعلانات الطرق؟ على فكره الدوله المصريه اللي محتاجه فلوس اعلانات الطرق تقدر تجيب لها فلوس اضعاف اضعاف اللي جالها دلوقتي. واتكلمت فيه لما اشوف يعني قواعد معينه وتعريفه معينه وأسس معينة. يعني في قانون إعلانات الطرق في الإمارات في مساحات يتعداها يخالف تزال المخالفة على حسابه وغرامة، سواء مساحات إعلانات اللي في الطرق أو على أسطح المنازل أو على الأرصفة أو في محطات الباص على أعمدة الكهرباء. إحنا عندنا فوضى إعلانات الطرق الموجودة على أسطح العمارات أو اللي في الطرق تعوق حركة السير أو حتى اللي على واجهات المنازل أو حتة فاضية في عمارة ويدهنها ويعمل عليها إعلان. الملف الثاني في الإعلانات ملف إعلانات التلفزيون في التراديشنال ميديا القديمة وإعلانات الإنترنت خصوصا التيك توك والفيديو وما شابه والتيوبرز والحاجات بتاعتهم. إعلانات التلفزيون كان لنا تجربة مع جهاز حماية المستهلك اشتغلنا معاه حوالي 3 سنين قبل 2010. كنا بنعمل تقرير كل 3 شهور. إعلانات كتير يمكن جهاز حماية المستهلك ساعدنا باعتباره عنده الضبطية القضائية، احنا جمعية أهلية، نجحنا ان نمنع اعلانات تبث على شاشة التلفزيون المصري. لكن شاشات التلفزيون الخاص شاشات رجال الاعمال كان الدنيا فيها مش مظبوطة، مش عارفين نحكم المسألة زي ما موجود في مسؤولية. حق من حقوق المشاهد ان في خدمة اعلانية تخبره بالسلعة بجودتها كما هي على الواقع بسعرها بأشياء كتير كتير جدا مما كان يعلن من المواصفات في الواقع الفعلي مش موجود. ودي كانت يعني من المشاكل الكبيرة الموجودة في إعلانات التلفزيون. طيب الجهات قبل تعديل القانون يمكن كانت الدنيا كنترول شوية. التعديلات الجديدة اللي حصلت في الدستور ثم في القانون فلقينا الهيئة الوطنية للصحافة وليها قواعد، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام اللي بيدي تراخيص للقنوات الخاصة والإنترنت وكل النيو ميديا مع المجلس الأعلى علشان نشوف مين اللي نقول من فضلك اعمل اكواد، اعمل سكاي بوك، اعمل كود اوف كاتكس. للاسف كل واحد من الطب يدور على التالي. النقابه الاعلاميين او حتى نقابه الصحفيين، النقابات لها دور في هذا المجال عشان نحط ونقنن ما هو حق للمشاهد وما هو حق للمعلن. وانا لما اتفرج على مسلسل
والاقي يعني مسلسل مدته 40 دقيقه ولا ساعه ياخد ساعتين، لان منهم ساعه اعلانات 5000 او حد المصريين بيتريقوا يقول لك انا اتفرجت على شم الدراما في رقع اعلانات، وكان نص الاعلان ثم تاتي الدراما. حق المشاهد في الاستمتاع ده حق عالمي، ان استمتع بعمل متكامل ما تقطعش علي متعه التلقي. هذا الحق مضيع بشكل مروع، سواء في اليوتيوب ولا في التيك توك، انت تشوف حاجه ودقيقه ويطلع يجيب لك اعلان، او حتى في الاعلام القديم او التراديشنال ميديا. فحق المشاهد في متعه التلقي هذا الحق، ابسط حقوق اي مشاهد هو مثل الريموت وقف قدام القناه بتاعتك وما شافش غيرها. تحيه لي انت تحيي بيها ان لا تقطع عليه متعه المشاهده، حيتنقل ويشوف حد غيرك. كونكلوجن نعم كونكلوجن باختصار شديد. المساله اكبر بكثير قوي، علشان مجرد ندوه ونخلص فيها ملف الاعلان على اي حد كبير والمنصه مستبده فمش هقدر عليها. الملف الثاني الملف المحتوى البرامجي ومسيره كان يتبنى كل ما يبث برنامج. يعني لو الاذان بيكون عليه برنامج وليه مده من الساعه كام للساعه كام او من الدقيقه كام للدقيقه كام. عندي بعض البرامج بانواعها مختلفه، برامج المراه، الطفل، الاسره الى اخره، برامج ثقافيه، برامج محتاجه اكواد. في حاجات اتعمل لها اكواد والمجلس الاعلى للاعلام دادر اليها زي برامج الاطفال. الحقيقه عملوا كود لبرامج الاطفال. لكن في محتوى بيقدم للناس ليل نهار ما لحقناش نعمل اكواد ملزمه لهذه المؤسسات. الحاجه الثانيه برضو احنا عملنا الانتاج الاعلامي عشان قانون مسيره زمان كان يجرم ويحرم، انا محتكر للبث، فاتعملت الحته دي المنطقه الاعلاميه الحره اللي اتعمل فيها مدينه الانتاج الاعلامي اللي سمح لرجال الاعمال وغيرهم يعملوا قنوات. طيب يا سيدي انت عملت، اذا كانت قوانين الاعلام مش هتنطبق على الناس دول اعمل لهم قانون يحفظ حق المشاهد المصري في امور كثيره جدا، والوقت يمكن لا يتسع. في الجمعيه عندنا عاملين اكثر من 20 حق من حقوق المشاهد مستمره لكن معطله بقى سنتين ثلاثه، لان الحاجات يعني مكلفه شويه الى ان ربنا ييسر نكمل ان شاء الله. فعلى اي حال الملف الخاص بالمحتوى البرامجي في جميع انواع البرامج وخصوصا المحتوى الخاص بالبرامج الدينيه اللي احيانا يبقى فيه نوع من القلق. انا ضربت مثال بالبرامج دي، زيها البرامج الفنديه، زيها البرامج الرياضيه، الاعلام الرياضي والتعليق على المباريات والنقد الرياضي لوحده يعني الموضوع كبير. المنصه تطاردني اكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. دكتور حسن علي، الحقيقه عندنا تنبيهات كل شويه من البحث ان بنخرج لازم. اتفضل. هو بس انا عايز اقول لك حاجه، الزخم الاعلامي فينا وانا يعني استنتجته من القعده اللي احنا يعني اللي احنا قادمين بيها دلوقتي، هي ان الزخم الاعلامي مش موجود غير في رمضان فقط. يعني احنا ما عندناش اي اعلانات طول السنه، وهي اذا كنا بنتحاسب او القنوات بتتحاسب على ان في زخم اعلامي وفي اعلامي وفي كميه كبيره من الاعلانات، هي موجوده بس لرمضان. باقي السنه مفيش اعلانات، مفيش اعلانات. اشكرك يا استاذ معاذ، لا مفاوض شاطر قوي بنكتشف مواهب النهارده. الاستاذ ايهاب حلمي هو يعني صاحب هذه المائده المستديره اعدادا وتنظيما واتصالات، وانا بحييه وبشكره. طبعا
قاعد في الاستاذ واخوات الكبار الناس اللي انا اتعلمت منهم اشتغلت معانا. انما احنا عملنا الندوه دي مش عشان نقول ان احنا عندنا مشكله، انما عشان نقول ازاي نحل المشكله. استاذ علاء والاستاذ جازي والدكتور خالد كمان المهندس شريف وكل هنا كل الناس وصفت المشكله. طب نطلع على حل، نحط خطوات. دكتور حسن نحط الخطوات حتى لو كل اللجنه الاساسيه لانشاء مجلس وطني لاداره الاعلانات في مصر يشترك فيه جميع الهيئات المسؤوله عن الاعلانات، سواء اعلانات الدور زي ما قال الدكتور حسن او الاعلانات التلفزيون او الاعلانات الرقميه، ونبدا نخلي المجلس الوطني ده هدفه زي ما طبعا صديقي العزيز محمد الجازي اتكلم عن فكره مطارده الاعلانات من القنوات الخاصه وجهاز حمايه المستهلك. احنا مش عايزين نطارد، مش عايزين نطلع زي افلام توم وجيري، لا احنا محتاجين ان احنا نشجعه ان هو يجي، ولما يجي هيلاقينا بنتعامل معاه كويس وهيلاقينا ان احنا بنطبطله قواعد على اساس الاعلان، بحيث ان الاعلان ده يذاع في كل الشبكات وعلى كل المنصات الرقميه او العاديه، بحيث ان هو يذيع في وقت مناسب. كمان انا باخد كلام الاستاذ المخرج الكبير عمرو عبد الدين واقول له احنا كمان عمرو بيه محتاجين ان احنا نحط قوه جوه العمل الدرامي، ان ايه الاعلانات المناسبه اللي تتحط تقطع العمل الدرامي بتاع حضرتك. المجلس الاعلى للثقافه يطلع لاول مره مبادره لانشاء مجلس وطني لاداره الاعلانات في مصر وتطبيقه على مستوى العالم العربي، ومشاركه كل الاجهزه اللي ليها حق الرقابه او حق اداره الاعلانات في مصر تشترك فيه، مع وجود خبراء وناس متخصصين لخدمه هدف واحد بس، وضع خريطه اعلانيه مناسبه للشعب المصري بشكل كامل، تطبق على باقي الاجهزه. اوكي مفيش مشكله. انا بشكر الاستاذ علاء الخريف لانه اشار لحته مهمه جدا جدا من حقوق اللي قالتها اليونسكو لوسائل الاعلام، سواء اعلام الدوله او الاعلام الخدمه العامه او الاعلام الخاص. والنهارده محتاجين ان احنا نحط 6000 خط تحت اعلانات الخدمه العامه. كمان انا بشكر باشمهندس شريف الرشيد. ده اخر حاجه اقولها، ان حضور حضرتك النهارده ازال الغموض اللي بيختلفنا تجاه جهاز حمايه المستهلك ودوره ايه في اداره الاعلانات في مصر او الرقابه عليه. النهارده انت محتاجين ان ملايين او مئات الندوات اللي زي دي اللي يشترك فيها الجهاز لتعريف دوره ايه لتشجيع المعلن على انه يجي لك قبل ما يعمل اعلان، مش بعد ما يعمل اعلان ومفهوم عليه حملات فساعتها حضرتك تاخد قدامه مترا. لا، حضرتك نحط له ضابط، والكتيب اللي وصل لنا ده يا ريت يوصل يبقى متاح على كل المنصات الموجوده الرقميه، يتولى بيها الدكتور خالد البرماوي ان هو يتكلم عنه. يا دكتور خالد جهد مشكور. دكتور خالد الكتيب اللي مع حضرتك ده احنا بنرجو ان حضرتك تتكلم عليه اللي خباه محمد الجاسم، ان حضرتك تتكلم عليه وتحطه من ضمن فقراتك جوه البرنامج بتاعك، بحيث ان المستهلك كمان يبقى عارف حقوقه وواجباته ايه، بدل ما كل حاجه يكونها عند جهاز حمايه المستهلك. شكرا لكم. شكرا جزيلا لصديقي العزيز الاستاذ ايهاب حفني، والاقتراح مطبق شويه طبعا هيبقى فيه زي مجلس الاعلى للاعلام او تجمع ما يعني، تبقى حاجه مركزيه هو عاوز يوصل، لان يبقى فيه مايسترو لوضع السياسه الاعلاميه، فده نفكر فيه في الايام اللي جايه. بشكرك على جهدك، بشكر مجلس القومي للمرأه، حماية المستهلك بشكرك جدا، وبشكر الدكتورة منى، الأستاذ خالد، الدكتور عبد الله، والأستاذ أنس الوجود طبعا، المهندس شريف، أستاذ عبد الله، أستاذ خالد البرماوي، محمد الجزوي، أستاذ علاء، والدكتور حسن علي، ويعني بشكر زملائي جميعا. الدكتور علاء بشكرك على انت مشرفتنا النهارده، بس كنا عاوزين نسمعك انما الوقت. دكتور عبد الله
هيقول اخر جمله بس. الحقيقه احب اشكر المجلس الاعلى واللجنه الاعلى والمجلس الاعلى على هذا التجمع، ولعلها مبادره يصدر لنا عدد من البرامج والمحافظ. بس يعني لا اريد ان اغادر دون ان اسرد قائمه الاسعار بالنسبه للاعلانات. الان في جوجل وميتا وكذا اكثر شيء 2 to $3. احنا كنا في التلفزيونات بدبل ديجيتس في مواسم رمضان 3 digits بالدولار. في امريكا اعلى نسبه اعلان 30 ثانيه في كره القدم اللي ما بيقدروش يتحكموا بيصل ل 5 مليون 30 ثانيه ب 5 مليون كل هذا ليه؟ لان في معيار قياس حقيقي للمشاهد، قياس للاعلانات. اول المتضرر ترى المعلن وليس المستعجل. شكرا لك.